هل تكون الجاموس فاتحة الحرب في لبنان؟ أي رد ينتظر العدو الإسرائيلي على مجازره الثلاث الذي ارتكبها منذ يوم الثلاثاء إلى اليوم؟ وأين سيكون الرد؟ أسئلة فرضت نفسها بقوة، خاصة بعد استهداف العدو الإسرائيلي مبنيين سكنيين في عمق الضاحية الجنوبية لبيروت، وتحديدا منطقة الجاموس، وسقوط أكثر من 11 شهيدا من المدنيين وعدد كبير من الجرحى. تحول دراماتيكي سريع في مسار الحرب اليوم، فهل تدخل معادلة المدني بالمدني حيز التنفيذ بدءا من اليوم؟ ردا على كل المجازر، كل المعطيات تشير إلى أن المعركة تتجه نحو تصعيد كبير وملحوظ. تتسارع وتيرة الأحداث جنوبا، الأمور تتجه نحو حرب أوسع. إصرار العدو على ضرب العمق اللبناني باستهدافه الضاحية الجنوبية ينم عن رغبته في فتح الحرب على مصراعيها، هذا ما يقرأ من خلال استهداف منطقة الجاموس. على بعد أيام قليلة من دخول الحرب عامها الأول، تبدو الأمور تتجه نحو تصعيد متزايد، وربما تتدحرج نحو حرب واسعة تطال العمق الإسرائيلي داخل فلسطين المحتلة، تمام كما يفعل العدو الذي زاد من وتيرة استهدافاته. فبعد مجزرة البيجر واللاسلكي، جاء استهداف الضاحية بمثابة رسالة استفزاز لا لبس فيها، فتح الحرب. بالطبع حزب الله بحسب مصادر متابعة لن يتأخر بالرد بعد سلسلة الضربات القاسية التي تلقاها، وما تصعيده من سلسلة عملياته النوعية اليوم واستهدافه مراكز قيادة عسكرية مهمة من بينها قاعدة العليقة، وهي مقر قيادة لواء المدرعات 188 التابع للفرقة 36، وهي تستهدف للمرة الأولى. مقر الاستخبارات الرئيسية في المنطقة الشمالية المسؤولة عن الاغتيالات في قاعدة ميشار، ومقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات الجوية في قاعدة ميرون، كلها تشيء أننا نتجه نحو التصعيد. بات واضحا أننا دخلنا عمليا وفعليا في الحرب، كل المؤشرات تدل على ذلك. بالطبع ستنجلي الصورة أكثر بعد أول رد لحزب الله على عملية الجاموس، والتي من غير المستبعد أن تكون نوعية جدا، وقد تكون فاتحة لعهد آخر من مسار الحرب. عادت العين مجددا على الميدان الساخن جنوبا منذ ساعات الصباح الأولى، والذي بدا وكأنه يمهد لمزيد من التصعيد. فهل تفتتح الحرب على مصراعيها أم يعيد حزب الله ضبط قواعد الاشتباك؟ لموقع جزين تحكي رنا جوني.